السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غنبدا معكم السيغي ديال الفيديوهات اللي معلقين بالبرودكسيون اكريت واللي مرتبطين بالضبط بلوغومو اوتوبيوغرافيك لابوطا ميرفي دو احمد صفريم. كلكم طلبتوا مني ندير لكم نماذج ديال برودكسيون اكريت، عطيتهم لكم مي بغيتوا الكوريكسيون. داكشي علاش قررت انني غنولي نعطيكم السوجي وفي نفس الوقت نعطيكم الكوريكسيون ديالو باش هكا تاخذوا فكره على جميع لي بلون اللي غادي تلقاو قدامكم نهار الفرض او نهار الامتحان الجهوي. بين قوسين هاد لي سوجي يقدروا يكونوا في الفرض الاول او في الفرض الثاني اللي معلق بهاد السيره الذاتيه. نتمنى انكم تفاعلوا مع هاد لا فيديو جام 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 بزاف والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم باش هاكا تشجعوني نبقى نلوح لكم كل نهار سوجي مع التصحيح ديالو. بطبيعة الحال الا بغيتو نعاودو نديرو تذكير بالبلون كيفاش نعزل البلون اللي غيجي مع السوجي اللي عندي، هادشي كامل يمكن ليا نديرو بطبيعة الحال. الا كنتو محتاجينو دابا خليو ليا في لي كومونتيغ. نبداو على بركة الله السوجي ديالنا. Racontez un souvenir en utilisant les procédés de l'autobiographie. قال لك غتعاود ليا واحد ذكرى واحد سوفونير اللي وقع لك وتستعمل في هذا لو سوفونير هذا ملي تبغي تعاودي لي بروسيدي دو لوتوبيوغرافي، يعني غتستعمل دوك الحاجه الادوات اللي كيمكنوني انني نعرف هذيك لو تيكست اللي كتبتي انت راه داويه على الحياه ديالك. علاش قالوا لنا سوفونير؟ حيت حنا عارفين ان هاد القصه اللي هي غومو اوتوبيوغرافيك لا بواطا ميرفي، عارفين ان سيدي محمد لو ناراتور لي هو لو بيرسوناج برينسيبال كيعاود لينا على الطفوله ديالو كيفاش دازت، كيفاش كيقرا في المسجد، كيفاش كيعيش مع دارهم، كيفاش كيتعامل مع الاصدقاء ديالو اللي هما اصدقاء غير في المسجد، كيفاش كيلجا لديك العلبه ديال العجائب ديالو. هادشي كامل عاودوا لينا. نبداو دابا بالمقدمه ديالنا. هاد المقدمه اللي غادي نقرا لكم دابا كتجي مع اي سوفونير بغيتو تعاودو، فقط سوفونير الا كان شي حاجه اللي هي زوينه غادي ديرو اوغو، كان سوفونير خايب غديرو مالوغو. هاد اللعيبه هادي اللي درت بالكحل هي اللي غادي تبدل على حساب النوع ديال السوفونير، واش زوين ولا خايب. دائما قبل ما تبداو المقدمه كتخليو جوج ديال المربعات. Je me souviens très bien d'un souvenir heureux ou bien malheureux على حسابكم نتوما كي غاست غرافي دو ما ميموار. ما بغيتش نكثر لكم في المقدمه، راه فيا ما يدير فيها 4 سطور ولا هادي، واني بغيت نبدا معكم بشويه بشويه هكا حتى تولفوا تلقطوا كلمات اللي غادي يعاونوكم. جو مو سوفيا كنت فكر تخي بيان مزيان دان سوفونير واحد ذكرى اوغوه اللي هي زوينه، يعني كنت فكر واحد الحاجه اللي هي زوينه كي غاست غرافي اللي بقات كما كنقولوا راسخه دوما ميموار في الذاكره ديالي. خلينا جوج ديال المربعات سالينا المقدمه درنا نقطه. غادي ندوزو دابا للعرض. قبل ما ندوز للعرض ضروري ما كننقص سطر وكنخلي جوج المربعات باش كتجي هاد الفقره هادي تحت هاد الفقره، مي ضروري ما كنكونو منقزين سطر. سيتي لا بروميير فوا كو جو مو روندي ا ليكول. سوفونير اللي بغيت نعاود ان اول مره، يعني على النهار اللي اول مره مشيت فيه المدرسه. دائما ملي كنبغيو نعاودو على احداث اللي دازت ضروري كنستعملو لو باسي سامبل وفي نفس الوقت كنستعملو لامبارفي باش هكا كنزيدو نوصفو. الوغ كو جافي 6 ans، يعني هاد اللقطه هادي اللي مشيت فيها المدرسه اول مره غندخل المدرسه كان عندي العمر ديال 6 سنين. Je m'étais habillée de beaux vêtements, c'était ma mère qui m'avait accompagnée à l'école. C'était ma mère, l'oum diali, qui m'chait m'aïa, rafqatni accompagnée à l'école, rafqatni l'mdrasa. C'est la première fois que je me trouve où sont des êtres inconnus. أول مرة كنلقى راسي وسط واحد الحشد ديال الناس، وسط واحد الناس انكوني اللي مجهولين اللي ما كنعرفهمش. كي مانسبيغ لا سوليتود اي لا بور، يعني مني شفت دوك الناس اللي ما كنعرفش جابوا لي واحد الاحساس كي مانسبيغ، جابوا لي الاحساس ديال الوحده وفي نفس الوقت الاحساس ديال الخوف. مني كتلقى راسك وسط ناس ما كتعرفهمش اوتوماتيك ما كتحس براسك وحيد، ما كاينينش الناس اللي كتقاسم معاهم داكشي ديالك وفي نفس الوقت كتخاف من هاد الوجوه الجديده. اويتور مع 8 لا كلوش صون، يعني مع 8 صونا الجرس. لا ميتريس الأستاذة ديالنا نوزاكوي شالوغوزمون، استقبلاتنا بحرارة.
Elle nous dit si on les a fait à acheter tout en nous apprenant le règlement de la classe. يعني مني صونت 8 استقبلتنا الاستاذه بحراره قالت لينا لي زافير الادوات اللي خصنا نشريو وفي نفس الوقت نو زابرونا وعلمتنا وقالت لينا لو ريغلومون دو لا كلاس يعني دوك القواعد ديال القسم واش خصنا نديرو في القسم واش ما خصناش نديرو. Elle me rassure et libère du malaise qui m'avait envahi. Elle, هي la maîtresse, l'oustade, يعني ساعدتني وحراتني من داك الإحساس اللي كنت كنحس به داك الإحساس ديال عدم الراحة كي مافي أونفاي اللي كان سيطر عليا. يعني الأستاذة مني استقبلاتهم ودوات معاهم هكا كسوين يعني حرات داك الشخص هذا اللي كيعاود لينا مثلا ولا السيدة حراته من هاد الإحساس هذا اللي هو ديال عدم الراحة. تاني مني كنسالي العرض كنقص سطر مني كنقص سطر تاني كنخلي جوج ديال المربعات قبل ما نبدا الخاتمه ديالي. اميدي يعني من ورا الغدا يعني في الصباح مشينا كنقراو تعرفنا على الاستاذه وهذا مني رجعت للدار جو سوي غوفوني ا لا ميزون اوغوز دو باسي اون بون جورني ا ليكول. رجعت للدار وانا فرحانه حيت دوزت واحد النهار زوين في ليكول في المدرسه. J'ai raconté à ma famille, عاودت للعائلة ديالي, tous les détails de ce jour inoubliable, كاع التفاصيل ديال هاد النهار هذا اللي ما بغاش يتنسى ليا. كل واحد عنده شي حاجة اللي وقعت ليه في القديم اللي ما بقى اللي باقي راسخة ليه في الدماغ ديالو وما بغاش تنسى ليه يقدر يعاودها من يطلبوا منه يعاود شي سوفونيغ باستعمال لي بروسيدي دو لوطوبيوغرافي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لو سوجي هذا كيف كنقول دائما وغادي نبقى نقولها ماشي الدعوه دير 70 سطر وكلشي داك السطور خاطئين ما قل ودل. يعني حاولوا دائما انكم الا كتبتي غير جمله مقاده وما فيهاش الاخطاء احسن ما دير 7 سطور فيهم كاع الجمل لا فيرب مصرف لا حتى شي حاجه. تفاعلوا مع هاد لا فيديو وخليوا لي الاقتراحات ديالكم ولي سوجي اللي بغيتوا نخدم معاكم. والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى سوجي مقبل.